عليكم، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو واخيرا فلوق جديد، وهذه المره من خارج أبيدجان. قبل ما نبدا، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا لي لايك وتستمتعوا وانتم كتشوفوا في هذا الفلوق. فلكل عشاق الطبيعه جمالها وهدوءها، لكل عشاق المغامره والاكتشاف، في هذا الفيديو غدا نقربكم من وجهه سياحيه بامتياز ما معروفاش كتير عند سكان أبيدجان. الوجهة هي مدينة تياسالي على بعد 120 كيلومتر شمال أبيدجان، مدينة سياحية وتاريخية فين كيلتقي نهر البندما مع نهر نزي وكيشكلوا لوحة طبيعية غاية في الجمال. مدينة تياسالي معروفة عند السياح وخصوصا عند الأجانب اللي اعتادوا يمارسوا فيها أنشطة سياحية ورياضية مختلفة. وإذا كنتوا من عشاق المدارات السياحية على الدراجات الهوائية فما غاديش توجدوا أي صعوبة، لأن المنطقة معروفة بلي سيركوي في تي تي وعندها شهرة في هذا المجال. إذا كنتوا من الناس اللي عزيز عليها الاستمتاع بالطبيعة والتأمل فيها، وحتى الناس اللي عزيز عليها البيكنيك، فكاين موقع مخصص لذلك آمن ومجهز وهو اللي كنشوفوه في هذا الفيديو. إذا كنتوا من عشاق قوارب النهر أيضا أو ما يسمى بلي بيروغ، فهذه القوارب موجودة خصوصا أيام الأحد، من خلال استئجارها يمكن لكم الاستمتاع بتجربة فريدة في اكتشاف نهر البانداما. وكاين نشاط آخر واللي مشهورة به تياسالي، واللي هو البحث على فرس النهر على طول البانداما، واللي معروف هو أن عدد كبير من زوار تياسالي كيجيو خصوصا باش يشوفوا هذا الحيوان مباشرة في النهر والاقتراب منه. فبالنسبة لهذا المكان اللي كتشوفوا فيه، فيمكن لكم تستأجروا مائدة بالكراسي، أيضا تاخدوا شي حاجة تشربوها. بالنسبة للأكل يمكن لكم تجيبوا معكم الماكلة ديالكم. بلاصة زوينة بزاف من أجل أخذ صور تذكارية والاستمتاع بالمكان. بالنسبة للمكان فما كانش فيه الناس بزاف بحكم فصل الشتاء، واليوم اللي جينا فيه كان يوم ماطر كما كتشوفوا في الصورة. بالنسبة للفنادق فهي موجودة وجودتها ممتازة، وحتى المطاعم فأكلهم رائع وبأثمنة جد مناسبة. وهذا من الفنادق اللي كنجيو ليه دائما، عندهم مطعم رائع. للأسف لقيناهم كيقادوا في قاعة ديال المطعم، يعني كانوا مخرجين كل شيء على برا، وهذو هما الأطباق اللي لقيناهم متوفرين. Thank you.
شخصيا عندي ارتباط كبير مع هاد المدينة وديما كنجي ليها، فقط انا كنحاول نقرب لكم مؤهلاتها السياحية والتعريف بها. فهي ما بعيداش من أبيجون بالنسبة للناس اللي بغاو يزوروها في يوم واحد والرجوع في المساء. كنبغي نشير إلى أنه كاين مرشدين سياحيين محترفين بتياسالي واللي قدروا يسهلوا لكم زيارتكم ويرافقوكم لاكتشاف هاد المنطقة. وإذا كنتوا مهتمين فيمكن لي نخلي لكم رقم الهاتف لواحدة من أشهر المرشدين بالمنطقة. ومسبقا كنتمنى لكم زيارة ممتعة لتياسالي. وبهذا كيكون الفلوغ ديالنا وصل للنهاية ديالو. كنتمنى إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وانتم كتشوفوه كامل، وإذا عجبكم ما تنسوش تخليوا لي لايك وكذلك تشجعوني في التعليق وتشتركوا في القناة إذا كنتوا أول مرة كتزوروني. وما بقى لي غير نقول لكم شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. Toi, tu t'appelles comment? David. Hein? David. David. Et toi? Malik. Hein? Malik. Malik. Ah, joli prénom. Et toi? Erwan. Erwan. Et toi? Saber. Saber. Samuel. Samuel. Ah, joli prénom.